صرح سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم رئيس مجلس امناء كليه عبد الله بن خالد للدراسات الاسلاميه انه من المتوقع ان يتم الاعلان عن فتح باب القبول بالكليه للطلبه الراغبين في الالتحاق بها خلال الفتره القادمه حيث تعد الدفعه الجديده هي الدفعه الرابعه التي تلتحق بالتخصصات التي توفرها الكليه والتي تشمل الشريعه الاسلاميه والقضاء الشرعي والصيرفه الاسلاميه واشار الوزير الى ان العام الاكاديمي الجديد سيشهد بدء تطبيق البرنامج التدريبي للدفعات السابقه والذي يركز على الجانب الميداني في مجالات التخصصات المطروحه سعيا من الكليات الى اعداد خريجين متمكنين في مجالات العلوم الشرعيه والدعوه والارشاد